كشف الأمير خالد الفيصل أمير مكة رئيس لجنة الحج المركزية يوم الثلاثاء أرقاما جديدة حول موسم الحج وأعداد الحجاج، وقال خلال مؤتمر صحفي في مكة إن عدد حجاج الخارج بلغ 1,521,000، وأعلن أنه تم التعامل مع 87 مكتبا من المكاتب الوهمية التي تخالف الأنظمة. أما إجمالي مخالفي أنظمة وتعليمات الحج فعددهم تجاوز 350,000 مخالف، ونحو 2,700 مخالف لنقل الحجاج غير النظاميين. وقال إن إجراءات جديدة خففت من تكدس الحجاج في المطار. نظام نقل الحجاج إلى مكة نجح في تخفيف الازدحام. وأوضح الأمير أن هناك مشاريع كبيرة جدا نفذت من جميع الجهات، وهناك إيجاد فرص للتطوير بدون اعتمادات.